شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث مباراه كره السله سيدات في الدوري المرتبط في دور قبل النهائي ما بين الاهلي وسبورتنج بنتيجه 84-73. المباراه تسيد النادي الاهلي يعني فيها المباراه منذ البدايه حتى النهايه. برحب بضيوفي الكابتن عمرو صابر. اهلا بيك يا كابتن. كابتن علي اهلا بيكي المره الثالثه. كابتن علي تعليق حضرتك عن المباراه ويعني هل كانت متوقعه ام لا؟ يعني شايف المباراه ازاي؟ لا هو مبروك يعني للاهلي، وطبعا ما كانش متوقع لان احنا قبل الماتش بدقائق جالنا ان احسن لعيبه في مصر صحيح، فطبعا ده عمل دربكه. كنا نفسنا نتكلم فنيا يعني قوي في الماتش، بس طبعا يعني اكيد في حاجات هنتكلم فيها. بس كتوقعات احنا كنا متوقعين الماتش هيكون احسن من كده، بس طبعا في الاخر خالص مبروك للنادي الاهلي والف سلامه على كل الناس. صحيح، يمكن الدربكه اللي حصلت بسبب المساحات وبسبب خروج بعض اللاعبين. طيب خلينا نشوف، طب انت رايك يا كابتن عشان نروح بس الحته دي، رايك احسن لعبه في المباراه ايه؟ لعبه منار ايهاب. منار ايهاب كانت في الشوط الثاني في اخر الكوارتر الثاني. كابتن عمرو نفس اللعبه الكوارتر الثاني منار ايهاب. طب ممكن تعدوها لنا ثاني يا جماعه؟ ايوه دي لعبه ايهاب منار 3 بوينت من نص الملعب مع البازر. منار ايهاب، انا اسف، منار ايهاب كانت الكره في البازر في الاخر اربعه في اخر الشوط الثاني او الفتره الثانيه، حتى هي يعني بتبتسم كده الكره يعني ما كانتش متوقعه. بصوا ثاني من نص الملعب، يمكن بعد نص الملعب بخطوه وقدر تسجل، بتحسب بثلاثه. دي كان من اطرف الحاجات، يمكن مش كل او مش دائما ابدا بنشوف الكور دي في الكور يعني في مصر، بس الحقيقه منار نجحت انها تجيبها. دي يعني افضل لعبه بالرغم انها مش من النادي الاهلي، يعني مش من رغم برغم النادي الاهلي مش هو اللي حاطط الكوره ومش هو اللي عامل احسن لعبه، ولكن الحق يعني دي 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 وهي لعيبه النادي الاهلي السابقه، بس دي مالهاش علاقه، ولكن اللي ليها علاقه ان هي لعبه جيده، وحتى لو في نادي سبورتنج اكيد هنشيد بيها. كابتن عمرو اجي لك، رايك في المباراه الفنيه، وهل كنت متوقع ان النتيجه تخلص كده؟ وهل انت متفق مع كابتن عليا ان الدربكه اللي حصلت دي اثرت على المستوى الفني؟ طبعا 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 كابتن، وطبعا الحاجه دي اثرت بالسلب طبعا على الاداء الفني. ما شفناش حاجة فنية قوي، يمكن كابتن علي هاشم هو بس اللي كسبان في الموضوع ده. لعب مباراة كبيرة، لعب ال 12 ودي طبعا مكسب ليه، والف مبروك وان شاء الله بكره المرتبط يخلص. الف مبروك وهارد لك نادي سبورتنج. كابتن عمرو طب خليني اسالك، هل بعد فوز المرتبط النهارده كده احنا بنسبه كبيره جدا 75%؟ 75%. بس اعتقد طبعا بعد اللي احنا شفناه النهارده في المباراه دي احنا لا بعد المرتبط خلاص. لو كسب بكره اذا تم خلاص خلاص باذن الله اتوقع فوز المرتبط ان شاء الله، وحتى لو المرتبط ما كسبش احنا هنكسب باذن الله بسهوله ان شاء الله. طب الحقيقه النهارده كان عندنا حدث حصل الحقيقه وكنا محتاجين نعلق عليه، مباراه الاتحاد السكندري والنادي الاهلي، او النادي الاهلي والاتحاد السكندري في المرتبط. انتوا عارفين المرتبط بتلعب قبل الفريق الكبير، لعبوا النهارده الظهر. الحقيقه تم بدء المباراه ولعب المباراه بدون انتظار مسحه او نتيجه مسحه البي سي ار اتعملت للاعبين امبارح، فكانت النتيجه بعد المباراه ما انتهت بفوز نادي الاتحاد نادي الاهلي 59-41. نادي الاهلي المرتبط فاز 59-41. بعد المباراه بساعه او اثنين ظهرت المسحه، سبع لاعبين من فريق مرتبط الاتحاد السكندري ايجابي كورونا. الف سلامه طبعا عليهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل والسريع يا رب، ويحفظهم ويخليهم طبعا باكمل صحه لاهليهم اكيد وكل محبيهم. ولكن الماتش اتلعب وفي سبعه بوزيتيف كورونا في ارض الملعب، الماتش اتلعب بدون الانتظار للمسحه ونتيجتها. كابتن علي يمكن كانت مفاجاه لينا. اكيد طبعا طبعا، هي المشكله انه الناس ما عليهاش اعراض بتلعب. هي يعني احنا قلنا ان كان الموضوع كله الوضع كله غريب علينا كلنا. ممكن انا اكون موجوده في مكان اي حد اخد قرار غلط او كده. هي بس النقطه ان هنفضل نقول كان هو كان في حاجات كتير طبعا لازم تحصل. طبعا كان على الاقل ما دام عملنا مساحات كانت بس نستنى نتيجتها، لان احنا كده ضيعنا المسحه. بالظبط، المسحه ما لهاش اي دور كده، يعني سبع لاعبين يا كابتن عمرو مصابين من فريق الاتحاد. هو السؤال دلوقتي يا كابتن اسامه، بكره الماتش بتاع المرتبط بدل موجود سبع لعيبه عندهم الحاله بتاعت كورونا، صحيح هيلعب ماتش ولا هياكل؟ هو كده نتيجه الدوري الرجال، نتيجه الدوري مرتبط الرجال كده كده هتعلق بصرف النظر ايه اللي هيحصل فوق. والله يا كابتن انا شايف وضع غريب جدا،
والحقيقه يعني كنا يعني بنقترح انه كان يتم تاجيل الدنيا لغايه ما يبان نتيجه. انا كان رايي معاك ان احنا كنا يومين على الاقل، يا كابتن هيثم. في مشهد تاني نحب نعلق عليه، طبعا اللاعبه هاجر عامر ربنا يشفيها طبعا او يطمنا عليها، ما عندهاش اي اعراض، لاعبه نادي سبورتنج، واتمنى يا جماعه تجيبوا لنا اللقطه. هاجر اهي واقفه مع اللعيبه وكانت متسخن معاهم وراكبه معاهم الاتوبيس. هاجر بوزيتيف كورونا وشاركت في التسخين بالكامل. هاجر كانت موجوده وشاركت في التسخين بالكامل وكانت مع الفرقه في ارض الملعب، وتم اخبارها بنتيجه المسحه بتاعتها، وهي رقم 14 يا جماعه، رقم 14 اللي واقف قصاد مادي. طبعا هي كانت مع الفرقه بالكامل وكانوا موجودين في اوضه اللبس وغيروا في اوضه اللبس وراحوا الملعب وكانوا من الاوتيل واجتمعوا مع بعض في الملعب واجتمعوا مع بعض في اوضه اللبس واجتمعوا، طلعت بوزيتيف كورونا وكانت مخلطه للاعبين زمايلها او لاعبات زمايلها، وكانت للاسف بوزيتيف كورونا. فطبعا هنعلق على هذا الكلام، بس لازم نروح للزميل محمد توفيق مراسلنا من ارض الملعب مع لقاءات مهمه. اليك الكلمه محمد. اتفضل يا محمد، اليك الكلمه. طب واضح ان الصوت فيه مشكله. كابتن برضو نفس القصه، هجر يعني ما انتظرناش نتيجه المسحه للاطمئنان، ولكن نزلت الملعب وتبلغت في ارض الملعب. بالظبط، يعني هي زي ما قلت لحضرتك ان انت في الاخر ضيعت الـ حتى صحيح. الفلوس صحيح. ضيعت كل حاجه، ضيعت كل حاجه. كان في بس حاجه ان امبارح لما اتقال واحنا في الاستوديو ان المساحات هتتعمل للعيبه، وقلنا ده قرار كويس جدا، كان متقال مع القرار ده ان خلال 6 ساعات المساحات نتيجتها هتطلع. صحيح فعلا، ده اتقال انه خلال 6 ساعات. بس خلي بالك في فرقه خلاص الساعه 2:30 الصبح، ما عنديش مشكله برضو عندهم 6 ساعات. طب بس هقول لحضرتك حاجه، معلش برضو انا علق، هنقول لك ليه خدت اكتر من 6 ساعات. اللجنه اللي جايه تسحب المساحات في من اسماعيليه جايه من اسكندريه. ليه؟ طب ما هو يجوا من اسماعيليه. بالظبط، ما اكيد اسماعيليه. ما عقبال ما تم نقل المساحات لاسكندريه، انت عارف حضرتك لا طبعا، ما هو طبعا من مدن القناه لاسكندريه موضوع صعب جدا، والنقل بياخده لوحده على الاقل 6 ساعات مثلا او 5 ساعات. تخيلوا حضراتكم تم اخر مسحه 2:30 الفجر، العربيه اتنقلت من الاسماعيليه راحت الى اسكندريه. طب ليه يتم الاستعانه بين اللجنه الطبيه من اسكندريه في الوقت ان احنا عندنا اكيد في الاسماعيليه واكيد في القاهره؟ يعني الفرق في القاهره ساعه، بالتالي ده اللي اخر نتيجه الالم. هو انا مش يعني الحاج بتقوله ده بالنسبه لي غريب. لا لا لا، انا حضرتك اللي بتقوله اكيد صح، بس هو غريب يعني لان لما حصل احنا برضو اتكلمنا ان مساحات ودي كويس، تخيلنا انه اكيد الموضوع في اسماعيليه ورا بعض، حتى اتكلمنا انه طبيعي ان هيتعمل يعني فرقه الشمس وسموحه هيتعمل لهم اول ناس بعد كده اللي هيلعبوا الساعه 2 بعد كده. عدد كبير قوي يا كابتن، بس خلينا نروح لمحمد توفيق الى زميلنا محمد توفيق وبعض اللقاءات المهمه من ارض الملعب. اليك الكلمه محمد. مساء الخير كابتن هيثم، برحب بحضرتك مره ثانيه بعد انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي بمباراه الذهاب، ويا رب ان شاء الله مجهودهم يكلل بالنجاح والفوز ايضا في مباراه الاياب ان شاء الله، كمان مع نتيجه المرتبطه اعتقد يعني ان شاء الله فاضل خطوه بالفوز ببطوله السيدات. معانا في هذه اللحظات كابتن احمد ابراهيم مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن احمد الف مبروك الفوز، يمكن ظروف صعبه لكن الحمد لله النادي الاهلي زي ما بيقولوا الاهلي بمن حضر ودايما قادرين على المنافسه في كل الظروف. الحمد لله طبعا المكسب دي رقم واحد، لكن في شويه ظروف كده طبعا خلت اللعيبه نعمل جيم احنا مش راضيين عنه النهارده، سهرين لغايه امبارح عشان نعمل مسحه، احنا لغايه النهارده قبل الجيم بساعتين مش عارفين مين ال 12، فطبعا كل ده خلانا نعمل يعني ما نبقاش مركزين، اما مش مركزين قوي في الجيم، فهو ده اللي خلانا النهارده ما نبقاش شكلنا كويس، احنا مش راضيين واللعيبه كمان مش راضيه، اللعيبه عندها احسن من كده بكتير قوي، لان احنا فرقه تعتبر لحد كبير قوي، فرقه كامله بالتدعيمات اللي احنا عملناها السنه دي، لكن احنا كجهاز مش راضيين طبعا عن الجيم، بس نلعب المكسب. طبعا فرقه سبورتنج فرقه كبيره، فرقه ناقصه عناصر مهمه جدا. النهارده هاجر بتسخن لغايه قبل الجيم بحاجه بسيطه جدا وتطلع، فطبعا احنا كجهاز وكلعيبه انا شايف اللعيبه طبعا مش راضيه النهارده عن الجيم، لكن الحمد لله طبعا كسبنا ونقفل الصفحه دي ونفكر في الجيم بتاع بكره، لكن احنا مش راضيين طبعا على الجيم النهارده، لكن الحمد لله. كابتن يعني في ظل كل الظروف دي الحمد لله يعني المرتبط بيكسب امبارح والنهارده الفريق الاول بيكسب، اعتقد يعني ان شاء الله قربنا بنسبه كبيره من حظ اللقب. طبعا احنا احنا دايما بندور على المكسب، بس طبعا مع المكسب ده احنا عايزين اداء وشكل الفرقه بيبقى احسن دفاعيا وهجوميا. النهارده احنا كسبنا الحمد لله طبعا، بس في مشاكل كتيره جدا طبعا هنقدر نتداركها ونعالجها ان شاء الله، بس طبعا احنا دايما بنقول للعيبه كده احنا بنبقى دايما احسن حاجه مش المكسب بس، المكسب ساعات كتير جدا بيغر،
لكن احنا مش المكسب دايما، احنا بنبص على المكسب والاداء دفاعيا وهجوميا. النهارده ما دفعناش كويس برضو، ما هاجمناش كويس، فعشان كده احنا مش راضيين واللعيبه كمان مش راضيه، لكن ان هم عندهم اكتر من كده واحنا واثقين في ده ونحل المشاكل اللي عندنا دي ان شاء الله والدنيا تتظبط. لكن المشاكل دي فيها حاجات، يعني النهارده انت لغايه امبارح بالليل ما انتش عارف مين اللي معاك ال 12، ما انتش مش قادر تجهز اللعيبه، فكل ده طبعا كل ده بتبقى مشاكل انت كجهاز مش عارف تحلها. طبعا الحمد لله اللي ربنا عافانا واللعيبه، يعني 11 لعيب 12 لعيب الحمد لله ما فيش مشاكل عندنا، 2 لعيبه بس واحده منهم مش عارفين ان هي كورونا ولا مش كورونا، لكن الحمد لله على كابتن. يعني بكره على طول المباراه هتلحقوا تقولوا للولاد، يعني اعتقد ما فيش تمرين قبل المباراه بكره؟ لا طبعا النهارده خلصنا، هم يروحوا دلوقتي على الاوتيل ياكلوا ونعمل محاضره بتاع بالليل، نتفرجوا على الجيم بتاع النهارده ونشوف المشاكل اللي احنا واجهناها النهارده في الجيم. مشاكل كتير جدا في الديفنس لازم نتكلم فيها، احنا المفروض اللي بيدافع كويس بيكسب، احنا النهارده ما دافعناش عشان كده الجيم فضل ماشي 10 15 كده طول الجيم، طلع 11 بونت في الاخر. طبعا مش هو ده اللي هو سبورتنج كامل، اعتقد الوضع كان هيبقى غير كده النهارده خالص. احنا المفروض نلعب على يعني الفرقه البطل دايما بتلعب، ما بتلعب على بطوله، انت طول ما انت بتلعب على بطوله فانت بتلعب بريتم واحد، فهو ده اللي احنا لازم نتعود عليه. بتلعب مين ناقص، بتلعب مين كامل، انت بتلعب عشان بطوله، فهي دي الحاجه الوحيده اللي النهارده نقدر نتكلم فيها. نقفل الصفحه خالص، نفكر ان احنا عندنا جيم بكره. سبورتنج طبعا ناقص، احنا مش بنتكلم في سبورتنج ناقص او كامل، فرقه محترمه طبعا بالموجودين كلهم، فرقه كلهم لعيبه كبار، لكن احنا بنتكلم احنا كاهلي المفروض نبقى احسن من كده. شكرا كابتن وبالتوفيق في المباراه القادمه والفوز ان شاء الله. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني نجمات الفريق النهارده، بنبدا معانا بفريده وائل نجمه الفريق. يعني فريده اعتقد بغض النظر عن الظروف لكن النادي الاهلي زي ما بنقول بمن حضر وكنتوا قد المسؤوليه، وتحقيق الفوز وكمان فوز المرتبط اعتقد قربته بنسبه كبيره من البطوله. طبعا الحمد لله احنا يعني في ظروف كتير طبعا مؤثره على اداء سواء سبورتنج او الاهلي يعني، بس احنا الحمد لله ان احنا قدرنا نمسك في الجيم يعني وما نفرطش فيه، والصغيرين برده كانوا الحمد لله كسبوا، فده ادانا حافز اكتر ان احنا نمسك في الجيم، وان شاء الله قدامنا خطوه كمان يعني لو الصغيرين كسبوا الماتش الجاي هيبقوا يريحونا يعني ان شاء الله. بس يعني احنا برده الحاجات اللي اثرت علينا في التست اللي لسه لحد بالليل متاخر والحاجات دي كلها اكيد اثرت شويه، واحنا الحمد لله كسبنا، بس لازم نركز على الاخطاء اللي احنا عملناها النهارده عشان نبذل مجهود اكتر ونبان باداء اكتر يعني احسن الماتش الجاي ان شاء الله يعني. بس الحمد لله فوز يعني، دي حاجه الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب في الاخر يعني. ابرز التعليمات اللي كابتن علي قالها لكم خاصه في ظل هذه الظروف قبل المباراه؟ كابتن علي طبعا كان بيتكلم معانا ان احنا ما ينفعش نفضل مركزين سواء اي حاجه حصلت، احنا كل ال 14 لعيبه جاهزه سواء اي حد حصل له ظرف او لا، احنا ان شاء الله كلنا قدها وكلنا قد مسؤوليه، واحنا اتمرنا الفتره اللي فاتت كتير قوي وكويس قوي، وطبعا الفرقه اللي قدامنا فرقه محترمه وجامده جدا، فاحنا كان دايما مركز معانا ان احنا كنا بنذاكر السبورتنج بيعملوا ايه عشان نقدر نتمرن عليها ونقدر نوقف الحاجات دي في التمرين، فطبعا كان مجمعنا على طول ان احنا حتى سواء اي ظرف اي قرارات بتطلع هو دايما مقفل علينا ان احنا ما نطلعش بره التركيز وما نتشتتش ونركز ان شاء الله ان احنا ننزل نكسب الماتش. شكرا بالتوفيق ان شاء الله في المباراه النهائيه والفوز باذن الله. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني احد نجوم اللقاء النهارده رنا نبيل. يعني رنا الف مبروك الفوز النهارده، كنت قد المسؤوليه واعتقد في ظل كل الظروف دي عملتوا مباراه كبيره. الله يبارك فيك. ميرسي. الحمد لله. والله يعني احنا مش راضيين قوي عن الاداء بتاع النهارده، بس احنا كلنا عندنا احسن، بس هي فعلا الظروف بتاعت امبارح المسحه لما عملناها وسهرنا الوقت متاخر قوي ده اثر شويه على تركيزنا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتش النهارده يعني. الحمد لله المرتبط كسب وكمان انتوا حققتوا الفوز، يعني فاضل ان شاء الله مباراه واحده نكسبها ونحقق الفوز. يعني شايفين مفيش مهله كبيره قوي للمباراه الثانيه على طول بكره، هتستعدوا ازاي وشايفين اللي جاي ازاي؟ هو طبعا مكسب المرتبط امبارح ريحنا شويه، بس احنا يعني عامه كابتن علي او احنا كلنا من دي وان احنا بنتمرن مش عشان نخسر ماتش وكده كده البطوله معانا، لا بالعكس احنا كل ماتش بنلعبه هو بالنسبه لنا ده فاينل، كل ماتش لازم نبقى مركزين، احنا الفرقه الحمد لله كلها العناصر كلها كويسه جدا، فما ينفعش ان احنا نخسر اي ماتش سواء هو هيفرق معانا او مش هيفرق، بالعكس احنا بنلعب اتمرنا كويس قوي وان شاء الله يعني ناخد البطوله. اكيد انتوا كلاعبين يعني بتلموا بعض وبتتكلموا مع بعض، يعني اهم الاحاديث اللي دارت بينكم خاصه في ظل هذه الظروف الصعبه؟ ان احنا نبقى مركزين ما نفقدش تركيزنا، خصوصا كمان الماتش اتاجل من امبارح للنهارده ده اثر علينا شويه، بس احنا ما ريحناش، احنا اتمرنا امبارح والنهارده فضلنا مركزين لحد ما الحمد لله يعني احنا حتى في التسخين كنا لسه مش عارفين، احنا كنا 14 بس مش عارفين لا قدر الله في حد عنده حاجه ولا لا، بس الحمد لله يعني.
في ظل الظروف دي انا عارف طبعا الظروف صعبه، لكن في ظل ما انتوا يعني بتستعدوا فنيا للمباراه كمان في اجراءات احترازيه لازم تلتزموا بيها، تستعدوا ازاي في كل الضغوطات دي حواليكم؟ احنا كل واحد يعني بنرجع من الماتش او من التمرين كل واحد في اوضته، ما بنتقابلش غير مثلا على الفطار او على الغداء او على العشاء، ما فيش تجمعات خالص غير بس وقت التمرين، وعلى طول لازم كله بالماسك ما حدش يقلعه خالص، غير كده بنبقى موجودين في الاوضه يعني. بس اجراءات التعقيم يعني شايف حتى قبل المباراه وانتم في عمليات الاحماء كان في تعقيم سواء للكور او كمان انتم بتعقموا ايديكم، يعني كل الحاجات دي بتتعاملوا معاها ازاي؟ احنا تقريبا يعني اي حد بينزل ماتش قبل ما بينزل بيعقم ايده، وبعد ما بيطلع على طول بيعقم ايده، وكلنا قاعدين في مسافات تباعد ما بيننا، وكله لابس الماسك على طول طالما مش موجود في الملعب يعني. بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وربنا يكلل مجهودكم بالنجاح. الف شكر. شكرا، ربنا يخليك ان شاء الله. كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا هنا بعد انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي. عايز اقول لك يعني الاجواء هنا داخل الصاله يمكن يعني عايز اقول حاله كبيره من الاستياء من التخبط قبل الماتش، زي ما حضرتك قلت كان في تاخر كبير جدا في اعلان نتيجه المساحات، لحد ما كمان يعني الفريقين اجلوا السكور شيت او قائمه ال 12 لاعب اللي هيبداوا بالمباراه لحين انتهاء المساحات. يمكن كمان بينضم لنا دلوقتي يعني نجمه من نجمات فريق النادي الاهلي نادين سلعاوي. يعني نادين الف مبروك الفوز النهارده، ظروف صعبه لكن اعتقد كنت قد المسؤوليه وحققت الفوز. الله يبارك في حضرتك. طبعا ظروف صعبه وفي حركه تاجيل المباراه عشان يعمل مساحات خلى في لخبطه كده في الفرقتين، والحاجات يعني لما عرفنا نتائج برده فتره التسخين برده خلت في لخبطه، بس الحمد لله على الفوز، وان شاء الله ربنا يكملها على خير بكره. يعني ما فيش وقت على طول مباراه العوده بكره، لكن الحمد لله نتائجكم ونتائج المرتبطه اعتقد قربتكم كتير من البطوله. هتستعدوا ازاي في ظل ضيق الوقت والظروف الصعبه اللي تحصل؟ طبعا احنا محتاجين ريكفري عاديه جدا او ما نروح الاوتيل ان شاء الله. ان شاء الله في 16 مباراه بتاعتهم بنسبه كبيره ان شاء الله محسومه للاهلي، فده برده بيشيل علينا ستريس. الاهلي متعود على يعني حتى لو تحصيل حاصل متعودين على المكسب، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق الفوز. يعني انتوا كلاعبين بقى تقعدوا وتقولوا لبعض ايه وهتستعدوا ازاي خاصه في ظل هذه الظروف؟ احنا في الاوتيل احنا عاملين احترازات، كل اتنين قاعدين في الاوضه لوحدهم، مش بنحاول نخرج كتير، محتاجين برضو نفوكس. ماتش بطوله دوري مرتبط، بطوله في ناس كتير جدا في الفرقه جديده، فبطوله حلوه لينا ان هي تبقى اول حاجه نقدر نكسبها مع بعض، فان شاء الله ربنا يكرمنا. شكرا لك، نتمنى التوفيق والفوز بكره ان شاء الله. شكرا كابتن هيثم. يعني مزيد من اللقاءات ان شاء الله في تغطيتنا الخاصه والحصريه من هنا. يعني عايز اقول لك كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي متواجد هنا في الصاله، يمكن مجتمع باحد اعضاء الاتحاد المصري لكره السله لبحث يعني كل التخبط اللي بيحصل النهارده، يمكن كمان استياء شديد جدا لظهور نتيجه العينات بتاعه مسحه فريق الاتحاد المرتبط بعد انتهاء المباراه واصابه 7 لاعبين من فريق الاتحاد بكورونا. يعني تخيل ان المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي، ولكن نتيجه المساحات ظهرت بعد انتهاء المباراه، وفي الغالب يعني هيتم تاجيل كمان المباراه ان بقى 7 لاعبين دفعه واحده من نادي الاتحاد السكندري فريق المرتبط مصابين وظهرت نتيجه العينات بتاعتهم ايجابيه، فيعني يمكن ده اثار حاله كبيره جدا من الاستياء. كمان كابتن احمد الجرحي كان حريص متواجد من بدري جدا هنا، يمكن كلمت معاه يا كابتن ايه الاخبار، قال لي احنا لغايه دلوقتي 5 حالات لغايه دلوقتي المباراه مقامه، لكن عايز اقول لك ان لغايه اخر لحظه في حاله من زي ما بنقول التوهان، والناس مش عارفه هل هيلعبوا مش هيلعبوا، مين اللاعبين اللي هيبداوا، مين اللاعبين المصابين اللي هيتم سحبهم من داخل الملعب. فانا اعتقد اجواء صعبه جدا، بس يا رب يعني يسلم كل لاعبينا وكل رياضيي مصر، ويا رب يعني التوفيق يبقى حليف النادي الاهلي، وقبل كل دوت يا رب سلامه اللاعبين. يا كابتن هيثم يعني اجواء صعبه لكن ان شاء الله يا رب تكلل بالنجاح والفوز. الكلمه دي كابتن هيثم مضيف الكرام. الزميل محمد توفيق بنشكرك شكرا جزيلا، لقاءات مهمه الحقيقه وتغطيه بشكركم عليها. خليني بس اتكلم عن بعض الامور، بستاذن ضيوفي يعني نوضح الصوره بالكامل. هو طبعا بعد قرار اللجنه الاولمبيه امبارح اتحاد السله خد قرار بعمل مساحات للاعبين، المساحات اتخذت امبارح اثناء الماتشات وتم تاجيل المباريات كلها من امبارح خلوها النهارده. للاسف المساحات تم اخذها اخر عينه امبارح مسحوبه الساعه 2:30. اللجنه الطبيه اللي جت تاخد المساحات جايه من اسكندريه، فطبعا عقبال ما المساحات يعني فيزيكالي تروح من الاسماعيليه تروح الى الاسكندريه عشان يتم تحليلها في المعامل المختصه، الموضوع خد ساعات طويله. فطبعا يعني كان عندنا الاسماعيليه كان عندنا القاهره كانت الدنيا كانت تبقى اقرب اسرع. النادي الحاجه الثانيه الاتحاد السله اجل المباريات يوم واحد. النهارده برضو في مشهد غريب، يعني احنا كنا برضو فوجئنا بيه كلنا ان ماتش المرتبط الاهلي والاتحاد تم لعبه بدون الانتظار لمسحه اللاعبين، وفوجئنا بعد المباراه ان تم ابلاغ لاعبين الاتحاد السكندري بايجابيه 7 لاعبين منهم من اصل 12 لاعب، واللاعبين دول لعبوا المباراه وشاركوا المباراه واحتكوا مع لاعبيه النادي الاهلي،
والحقيقه ده ابدا انزعاج شديد لاولياء امور فريق النادي الاهلي الحقيقه، لان هم خايفين على ولادهم. ده طبيعي يعني ان انت لعبت قدام بعض اللاعبين يعني قبل اللاعبين بيبقى اكيد انت قلقان على ابنك انه دخل في وسط فيه شويه يعني ايجابيات او عينات ايجابيه، اكيد بتبقى قلقان. المشهد الثالث الحقيقه هاجر عامر لاعبه فريق سبورتنج تم ابلاغها ان عينتها ايجابيه وهي بتسخن مع الفرقه، يعني طبعا لان زي ما قلت لحضراتكم العينات هاجر رقم 14 واقفه بتسخن اهي، وجت في الاوتوبيس وقعدت في الملعب، وهي كابتن الفريق اصلا يعني يعني هي اصلا كابتن الفريق. وطبعا طبعا اتعاملت مع كل اللاعبين، اتعاملت مع الحكام والجهاز الفني، طبعا ربنا يشفيها، هي الحمد لله سليمه، بنطمن اهلها هي كويسه وحاله جيده ولكن العينه ايجابيه. خليني اقول لكم برضو انه طب السؤال هنا، هل سيتم تاجيل دوره المرتبط الاتحاد والاهلي؟ الاجابه نعم، زي ما قال اتحاد السله انه اكثر من 6 عينات سيتم تاجيل المباراه. دلوقتي مرتبط الاهلي والاتحاد بكره ثاني ماتش، بعد بكره انا اسف، ثاني ماتش بعد بكره يوم الثلاث، هل هيتم تاجيل المباراه ولا تعمل مسحه ثانيه ولا القصه ايه؟ لا الدنيا اكيد هتاجل لانه قال كده. طب سؤال ثاني، النادي الاهلي النهارده تم اكتشاف 3 حالات، حالتين جداد، عمر طارق ومودي او محمد مصطفى مودي صانع العاب، وكان في 3 قبل كده ايجابيين هو عمرو الجندي وايهاب امين وعبد الفضيل، 5 لاعبين من النادي الاهلي من اصل كام يا جماعه؟ من 15 لاعب في القائمه. هل يعقل في اي مكان في العالم، انا بسال سؤال والله وهسيب الحكم لحضراتكم، هسيب الحكم لحضراتكم، هل يعقل ان انا قائمتي 15 لاعب، 5 لاعبين مصابين والخمسه منهم 2 كانوا في المعسكر من 3-4 ايام قاعدين في المعسكر، الاثنين عمر طارق يعني ايهاب امين وعبد الفضيل وعمرو الجندي، دول كان النادي الاهلي عمل لهم مسحه احترازيه قبل البطوله وعرف ان عندهم كورونا فعزلهم. طب الاثنين لعيبه عمر طارق وعندك اسمه مودي محمد مصطفى، ربنا يشفيهم يا رب، عينه ايجابيه وقاعدين في المعسكر من امبارح، من امبارح ايه؟ من 3 ايام او من 4 ايام، موجودين ماتشين سبورتنج واليومين اللي قبل ماتشين سبورتنج. طب دلوقتي هل يعقل عندي 5 لاعبين من اصل 15 لاعب عندهم كورونا والعب؟ طب يعني انا بتكلم، سيبكم بقى من المصابين دي يعني ما لناش علاقه بيهم، كمصاب لاعب او مصاب عنده اصابات دي مشكلتنا احنا كفرقه وبيتعالجوا، انما بتكلم على الكورونا دلوقتي عندي 5 لاعبين كورونا من اصل 15 لاعب في القائمه، اي 33.3% نسبه مئويه مظبوطه كده، هل في العالم في كره القدم في كره اليد في اي حاجه بيقول لك الاتحاد السله قال ايه؟ قال لك اكتر من 6 يعني 7 لاعبين من اصل 15 يتم تاجيل المباراه. طب برضو هل يعقل يعني 5 ده رقم كبير جدا، والخمسه دول كانوا مخلطين لمجموعه تانية اخرى قد تظهر عليهم الاعراض النهارده بكره، او تظهر عليه النهارده، او يبقى هو حامل الفيروس ومش عارف وينقلها بكره او بعد بكره لاحد اللاعبين. الحقيقه شويه مشاهد غريبه في دربكه، الدربكه دي اثرت، وزي ما شفنا اللقاءات اثرت اكيد بالمستوى الفني، وانتم شايفين المستوى الفني الاهلي وسبورتنج، الجهاز الفني نفسه مش راضي عن اداء النادي الاهلي، ولكن بيلتمس للاعبات العذر لسبب عدم التركيز والقلق الشديد من المساحات، وكانوا يتعشموا يعني تاجيل يوم لغايه ما الدنيا تبان. طيب قبل ما اروح لضيوفي عشان نناقش المشاهد دي طبعا والنتيجه الفنيه وتحليل فني والامور دي كلها، هنطلع لفاصل سريع واجي لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم تغطيتنا الحصريه لمباراه قبل النهائي ما بين الاهلي وسبورتنج، اللي انتهت طبعا بفوز النادي الاهلي في 84-73. والحقيقه احنا اتكلمنا على كذا مشهد الحقيقه شفناهم يمكن كانوا اصابوا اللعيبه او اللاعبات بالقلق شويه. طيب نروح لارض الملعب والزميل محمد توفيق ولقاء مهم مع الكابتن رؤوف عبد القادر وكابتن اسلام الكيلاني مدرب طبعا المرتبط. الكلمه اليك محمد. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن هيثم، يعني متواصلين معاك في تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومتواصلين دلوقتي معانا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن رؤوف يعني برحب بيك في البدايه، ودايما ورا كل فرق النادي الرياضيه في اي مكان ومعانا هنا في اسماعيليه متواجد وحريص انك تكون موجود مع الفرق المختلفه. اهلا بحضرتك ومسي على الكابتن هيثم السعيد وعلى ضيوفه الكابتن عمرو صابر والكابتن علياء. يعني النهارده حضرتك متواجد، يعني رايك الاول في ماتش الاهلي وسبورتنج نهائي المرتبط، يعني رايك في المباراه؟ حضرتك كنت حريص انك تتابع المباراه من بدايه. يعني هو الجو العام اللي موجود هنا مش مظبوط، فمش مخلينا حاسين باي فرحه ولا اي احساس. يعني انا احساسي النهارده لما بلعب نادي سبورتنج وهو ناقص كتير جدا من اللعيبه بتاعته، صحيح انا المفروض يعني انبسط كنادي اهلي ان انا كسبت، لكن النادي الاهلي تملي يعني حريص ان هو لما بيكسب بيحب تملي بيكسب والفريق اللي قدامه بكامل قوته،
فهل يرضي حد ان مثلا فريق سبورتنج يلعب ناقص بالطريقه دي؟ ليه؟ لان احنا نفس الوضع احنا شاربين منه بالنسبه لفريق الرجال. يعني هل الوضع النهارده الماتش اللي هيتلعب دلوقتي كمان نص ساعه ولا حاجه، هل من اللائق ان يعني النادي بيبذل قصارى جهده ان يبني فريق باسكت يليق باسم النادي الاهلي علشان يحرز البطولات؟ فهل من اللائق ان انا العب يعني التدعيمات اللي انا جبتها سواء السنه اللي فاتت اب امين او عمرو الجندي او عمر طارق عبد الفضيل ومودي، يعني العب من غيرهم النهارده؟ يعني انا مش عارف اقول ايه، ولكن اهم حاجه اللي انا عايز اقوله اللي يهمنا دلوقتي كمسؤولين داخل النادي الاهلي هو الحفاظ على اللعيبه بتوعنا واللاعبات. الوضع اللي هو موجود النهارده عشان العب ماتش المرتبط واحنا طلبنا امبارح ان احنا لا داعي للاستعجال وان احنا ناجل مباراه المرتبط والدرجه الاولى لغايه نتيجه العينات اللي اتاخدت ما تطلع، لا ما حصلش ولعبنا المباراه. وللاسف وبعد ما انتهت المباراه بتاعه المرتبط اللي فاز بيها النادي الاهلي تطلع نتيجه العينات اللي اتاخدت باصابه 9 من لاعبي نادي الاتحاد من المرتبط. فالنهارده ايه اللي انا بعمله هنا؟ غرفه عمليات على طول اتشكلت بالاتصال باداره النادي وبمجلس اداره النادي الاهلي. اهم حاجه الحفاظ على صحه ابنائنا، علشان كده خدنا قرار فوري بعوده فريق المرتبط للرجال فورا الى القاهره، لان طبعا لعبوا قصاد فريق فيه 9 اصابات، فبالتالي اكيد اكيد حصلت عدوى. فاهم حاجه الاتصال باللجنه الطبيه وقررنا عوده الفريق وعمل عزل لكلهم لكل فرد من افراد الفريق وعمل مسحه في خلال 48 ساعه ليهم تاني عشان التباين مين اللي اتعدى منهم. النادي الاهلي حريص على استئناف النشاط الرياضي. النادي الاهلي اول من نادى السنه اللي فاتت في عز الجائحه ضروره استمرار الرياضه، واحنا ما زلنا بنشجع استمرار الرياضه، ولكن على الاتحادات ان هي تاخد الاجراءات الاحترازيه اللي تحافظ على صحه اللاعبين، لان دول اهم حاجه في المعادله كلها. المعادله الرياضيه كذا عنصر فيها، العنصر الاساسي هو اللاعب، يجب المحافظه على اللاعب. فبناشد الاتحادات كلها ضروره استئناف النشاط وضروره ان احنا نكمل كل البطولات، ولكن مع الاجراءات الاحترازيه. ومن حق اي فريق عنده حالات مصابه التاجيل. زي ما بقول مش معقول مجهود السنه والتدريب الناس اللي شغاله فيه علشان العب النهارده من اهم 5 موجودين في الفريق مش موجودين. طب فريق سبورتنج للبنات ينفع دلوقتي المباراه اللي انتهت دي برضو اهم 4 ولا 5 عنده ما يلعبوش؟ يعني اي حاجه بتتقال غير كده. يعني احنا بنحترم قرارات الاتحاد وكل حاجه، ولكن انا اللي يهمني دلوقتي صحه ولادي. انا موجود هنا كمدير نشاط رياضي للنادي الاهلي في الاسماعيليه، اهم حاجه غرفه عمليات كيفية الحفاظ على بناتي وعلى أولادي وإزاي أتصرف في الوضع اللي احنا فيه. فأنا بطمن جميع أولياء الأمور إن على طول النادي يتخذ خطوات استباقية على طول عشان هذه الأزمة. تعالى حضرتك بقى على يعني زي ما نقول قبل بداية ماتش الأهلي وسبورتنج مرتبط سيدات، القايمة مش الفريقين مش عارفين يخرجوا القايمة، وفي آخر لحظة استبعاد اللاعبة هاجر لاعبة سبورتنج، يمكن اللاعبة انهارت من البكاء وخرجت من أرض الملعب بعد ما كانت بتسخن كمان. حضرتك دلوقتي انت بتأيد الكلام اللي انا بقوله، يعني لغايه اخر لحظه ان مثلا هاجر كانت بتسخن وان هي هتلعب وبعد كده يتم ابلاغها في اخر لحظه لا انت العينه ايجابيه، يعني على ايه الداعي كان في السرعه كل ده؟ كان في ايه لو الماتشات دي كانت هتأجل لمده 48 ساعه ولا يعني كان لغايه ما نتبين نتائج العينات وبعد كده يتم تأجيلها؟ يعني احنا ما بنقولش توقف النشاط خالص بالمره، واحنا زي المرة التانية بكررها احنا اول نادي في مصر كنا بنطالب باستمرار النشاط الرياضي ولكن بتطبيق الاجراءات الاحترازية والكود الذي وضعه
وزارة الشباب والرياضة، وإحنا ما زلنا مع الاستمرارية، ولكن المثل اللي حضرتك بتقول عليه ده مثل، هل ينفع لعيبة بتسخن داخل الملعب على سن هتلعب وقبل الماتش بدقائق تقول لا انت عندك عينة إيجابية؟ لا. والناحية التانية كان في الصالة اللي جنبينا، الصالة الصغيرة، كنا بنلعب ماتش الصغيرين بتوع المرتبط، بعد ما نخلص الماتش بدقيقة يطلع فيه 9 حالات إيجابية في فريق الاتحاد. يعني انتوا احكموا. يعني كابتن عشان ما اطولش على حضرتك، الاجراءات بقى الوقايه المتبعه كمان مع فرقه الرجال السله بتاعه النادي الاهلي، يمكن مود الصغير وكمان عمر طارق كانوا موجودين في الفريق لغايه امبارح، يعني لسه نتائجهم طالعه ايجابيه النهارده، هيبقى ايه الاجراءات؟ يعني انت قلت حضرتك المرتبط للشباب هيبقى فيه اجراءات والفريق هيرجع القاهره، الفريق الكبير بقى الاجراءات اللي هتتم معاه على طول؟ احنا على طول بنتعامل مع الحالات على طول، يعني واحنا بنتكلم خلاص في عربيه جت من القاهره، وعلى طول الحالات بتاعت الدرجة الأولى اللي حضرتك ذكرتها بترجع على طول عشان يحصل العزل والمتابعة، مع البدء بالعلاج بالبروتوكولات عن طريق الأطباء بتوع الفرق. يعني أخيرا أنا عايز أعرف تعليق حضرتك على قرار الاتحاد إن ما فيش تأجيل غير لما يكون بلس 6 لاعبين، يعني 6 لاعبين فيما فوق الماتش يتأجل، غير كده الماتش ما يتأجلش. هو يمكن الحوار اللي أنا قلته بيبين رأيي في هذا الموضوع، هو عموما إحنا النادي الأهلي تملي بيبعت وجهة نظر لأي اتحاد في أي مشكلة بتحصل، ولكن النادي الأهلي بيحترم وجهات نظر الاتحادات ومع الشرعية، ولكن دائما بيتبين أن وجهة نظر النادي الأهلي هي الصح في الآخر. فإحنا يعني بنناشد الاتحاد كرة السلة يعني علشان الدوري ينتظم، مش كل مثلا فرقة هتطلع فيها حالة او حالتين ممكن ان احنا يبقى نأجل يبقى كده دوري مش هينتظم، ولكن ان احنا ما نقولش ان هو من 6، ده بيقولك اكتر من 6، يعني بنتكلم في 7 ازاي، واللي بيلعبوا باسكت 5 في يعني نحدد عدد معين لكل حاجة، بس يتناسب مع طبيعة اللعبة وعدد الناس المسموح تسجيلهم في بداية الموسم، وعدد اللعيبة اللي مسموح تسجيلهم في ورقة التسجيل، وعدد اللعيبة أساسا اللي بيبقوا موجودين في أرضية الملعب، ودول يعملوا فورمولا دي كلها تقول كم تقول في الآخر هو العدد كام. ف يعني زي ما بنقول أهم حاجة عندي دلوقتي بقى بعيد عن المكسب والخسارة ولا أي حاجة، هي الحفاظ على أبنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والطبية. كابتن رؤوف، نتمنى السلامة رب الجميع اللاعبين والتوفيق للنادي الأهلي دائما. شكرا كابتن. كابتن هيثم، دقق اللقاء مع كابتن رواح عبد القادر، ومكملين لقاءاتنا ومعنا كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق المرتبط رجال للنادي الاهلي اللي فاز النهارده على نادي الاتحاد. يعني نتكلموا على المباراه كابتن، يعني الف مبروك الفوز في البدايه، يعني اتكلمنا على المباراه واحداثها خاصه المباراه، يعني لم نتمكن من انزعاجها. والله الحمد لله، الله يبارك فيك، بس يعني اي كلام دلوقتي للاسف هيبقى سخيف في المباراه. احنا همنا دلوقتي ان احنا نطمن على اللعيبه، لان زي ما انت عرفت ان بعد ما خلصت المباراه طلعت النتيجه ان في 7 حالات لاعبين واثنين اداريين في الفريق الاتحاد، فطبعا يعني قتل فيك فرحه الفوز اصلا، يعني انت مش حاسس ان انت كسبت، يعني انت الولاد تعبوا في الجيم وعملوا مجهود، ومش الجيم ده بس، على مدار الدوري المرتبط كله الحمد لله ربنا موفقنا وموفقهم بمجهودهم. بس عارف خلاص، يعني مش ملحقتش تنبسط حتى، يعني الولاد ملحقوش يبسطوا. يا رب يكونوا كلهم بخير، دي اهم حاجه دلوقتي. يعني زي ما عرفنا من كابتن رؤوف منذ لحظات ان الفريق خلاص تقرر عودته للقاهره، كده كان المباراه خلاص اكثر من 7 لاعبين في نادي الاتحاد، فالمباراه مش هتلعب، وكمان اداره النادي الاهلي قررت رجوع الفريق للقاهره. دي حقيقه، هو فعلا كابتن رؤوف يعني بعد ما عرفنا على طول طلب ان الولاد ترجع القاهره، وان يتم بقى عمل لهم عزل منزلي، وان شاء الله هيتعمل لهم مسحه ثانيه على حساب النادي الاهلي ان شاء الله خلال 48 ساعه، وحتى يعني ابتدت الخطوات دي يتم تنفيذها دلوقتي. يعني كابتن اسلام، اتمنى لكم السلامه يا رب والتوفيق في اللي جاي، وان شاء الله يكون اولاد النادي الاهلي يكونوا بخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب. شكرا ليك، شكرا.
كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا من هنا من داخل صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، مستمرين مع حضراتكم ان شاء الله في كل ما هو جديد داخل الصاله هنا في تغطيتنا الخاصه والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي. كلمه ليك كابتن هيثم. الزميل محمد توفيق، متشكرين ليك، يعني تغطيه جميله ولقاء مهم مع كابتن رفعت عبد القادر واسلام الكيلاني، شكرا جزيلا. وخليني اقول لحضراتكم انه في مباراه كمان هتنطلق كمان يعني تقريبا نقول ساعه من الان، هتبقى مباراه الاهلي والاتحاد السكندري للرجال دور قبل النهائي برضو اسف يعني دور قبل النهائي للرجال، ويمكن مرتبط في هذا النهارده 59-41. ارجع لضيوفي كابتن عمرو، تعليق حضرتك على لقاء كابتن رؤوف عبد القادر وكابتن اسلام كمان، اتفضل كابتن. هكلم طبعا على استاذنا الكابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف عبد القادر، اول حاجه قال لك اول ما بلغنا اداره النادي عملنا غرفه عمليات تمام. امتى الوقت دوت؟ على طول اول ما خد الاكشن، لما سمع الخبر خد الاكشن على طول صح. احنا في اول حلقه انا وانت كابتن علي عمالين نقول يا كابتن هيثم ليه ما اخرناش، ليه ما اجلناش قصدك ناجل المباريات؟ طبعا يعني قلنا ناجل يومين ثلاثه لغايه ما المساحات ده اللي احنا اتكلمنا فيه كنا خايفين منه، حصل طلع كان في كابتن رؤوف قال 9 من 7 لاعبين واثنين جهاز النادي مرتبط وشاركوا سلام عليهم يا رب. طبعا وده اللي يهمنا، يعني كابتن رؤوف قال لك ده اللي يهمنا ايه؟ الحاله الصحيه بتاعه اللعيبه والسلامه. طيب احنا كاتحاد بقى كره سله المفروض قراره ايه؟ احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش اي حاجه. بس بص يا كابتن عمرو، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا برضو عاذرين اتحاد السله الأمانة. طبعا طبعا لأنه طبعا لانه يعني خلينا نقول بكلام يعني بمنتهى الامانه انه طبعا ظروف استثنائيه جديده علينا طبعا. قد يحصل تخبط مع كل اللي احنا بنقوله وبنجده وبنقوله دايما. كابتن رؤوف قال كلمه حلوه، دائما ابدا بتبقى وجهه نادي الاهلي صح. لان احنا بنطلب تمام طلبات هيثم، احنا مش عايزين حد يزعل منا. احنا كابتن رؤوف لما اتسال، كابتن هيثم كابتن رؤوف لما اتسال عن فرحه بتاعه المكسب بتاعه الماتش بتاع النهارده قال لي مش فرحان. نفس الكلام اسلام الكيلاني. طيب ايه المغزى بقى؟ بس احنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. بس نكون مشكور للاتحاد يعني طبعا لو ساعدنا في الموضوع ده. كابتن علي، راي حضرتك ايه وتعليقك على كلام كابتن رؤوف؟ يمكن انا لخصه للساده المشاهدين بس اسمع تعليق حضرتك. هو انا عندي ثلاث نقط. ان حضرتك امبارح قلت هيحصل مفاجآت بعد المساحات، وللاسف مفاجآت طلعت مش سعيده خالص. تمام. تاني حاجة قلنا على ان طبعا اتحاد الباسكت ده موقف مش طبيعي وعمرنا ما تعرضنا له، خدوا قرار المسحة. هقول تاني ان بما اننا عملنا مسحة والكلام ده كله، بس كنا نستنى النتيجة تطلع، احنا كده ما استفدناش اي حاجة بالمسحة خالص. تالت حاجة فعلا زي ما كابتن عمرو بيقول، سواء فرقة الاهلي مش حاسين بالمكسب، السيدات ولا الولاد، كابتن اسلام اتكلم مش فرحان، وايا كان الفريق اللي هيكسب في درجه اولى الاتحاد او الاهلي بعد الماتش مش هيكون فرحان، لان هو الموضوع مش دي الفرحه. يعني احنا عايزين يبقى في منافسه، في منافسه ويبقى في مستوى فني كويس، يعني نوفر الاتموسفير الجيد بالظبط، ان اللعيبه تلعب في جو مناخ او مناخ صحي يقدر اللعيبه يعني تطلع فنياتها ومهاراتها بالظبط. فللاسف ده مش موجود. ف طيب يعني احنا مش عايزين نتكلم كتير خلاص، يعني هو الموضوع يعني في يد المسؤولين في اكيد اتحاد السله، واكيد احنا كلنا ثقه ان شاء الله ان اكيد طبعا احنا بنشيدهم ان هم طبعا في بعض القرارات قد تراجع وقد الامور تتنظم بعد كده، واحنا كلنا ثقه طبعا اكيد ان اتحاد السله هياخد ما هو يلزم لاعاده طبعا الامور الى نصابها. خلينا نتكلم فنيا شويه يا كابتن. خلينا نقول النهارده المباراه كانت يمكن النادي الاهلي تساعدها من الاول للاخر، الاجهزه الفنيه مش راضيه عن الاداء. فنيا رايك ايه عن الماتش بالنسبه للاهلي وسبورت؟ لا هو طبعا الماتش بدا الفرقتين طبعا مش في تركيزهم خالص ولا 50% حتى من تركيزهم، وعدم وجود هاجر اثر حتى على الاهلي، يعني الاهلي نفسه عشان احنا صحاب ومع بعض وكلنا، فهتلاقي في البنات بتاعه الاهلي بالظبط بالظبط هي عيطت وانا كلمت كنت مامتها برضو اتخضت عليها جدا، فطبعا اثر حتى على فرقه الاهلي، يعني يمكن الاهلي بدا اوحش خبر من ما احنا كنا متخيلين. السبورتنج بدا احسن على فكره الماتش، فده خلى الماتش يعني شويه يتلجلج في الاول. الاهلي بعد كده زي ما احنا كنا بنقول كابتن علي هاشم ضغط والماتش فتح طبعا وفرق، لانه فرقه سبورتنج اصلا كانوا 10 لعيبه، هما كانوا 14 بالاصابات وبهاجر، فهما بقوا 10 لعيبه اللي بيلعبوا في الملعب. فطبعا جون في الاخر يعني هالة شعراوي كانت خلاص يعني في الاخر، لان عامله مجهود مع كايلا جامد
دفاعيا بالظبط جامد دفاعيا، فكانوا خلاص يعني تعبوا جدا. واحنا كابتن علي مشى الناس كلها، دينا عمر الحمد لله اطمننا عليها ولعبت كويس، كانت عندها شد كان عندها شد، نزلت شويه لعبت خدت لها حبه برده كويسين استعدادا لبعد كده ان شاء الله. فريده وائل ده يعتبر اول ماتش سبورتنج جامد ليها برده، فده مكسبنا يعني النهارده ان الناس المصابه رنا نبيل احنا ما كناش عارفين ان هي هتبدا الماتش برضو اخدت حبه، فده مكسبنا الماتش النهارده ان الناس المصابه اخدت لها كام دقيقه كده في الماتش. صحيح، طمنا بشكل عام على الفرقه. يمكن بكره ومرتبط اذا ربنا كرمنا وقدرنا نفوز بتهيألي كده تكون حسمت البطوله للنادي الاهلي. بالنسبه للسيدات كابتن عمرو، راي حضرتك على المباراه فنيا وابرز اللاعبين في النادي الاهلي وابرز اللاعبات بقى في النادي الاهلي وابرز اللاعبات في نادي سبورتو؟ طيب هو طبعا مبروك للكابتن علي هاشم، مبروك للنادي الاهلي. بالنسبه للعيبه اللاعبات بتاعت النادي الاهلي، في طبعا الامريكانيه المحترفه نادين سلعوي، سوريا، دول تقريبا 75% من نادين ممتازه، قايله طبعا قايله واتكلمنا طبعا كتير يعني مش طبعًا محتاجين طبعًا نتكلم ثاني عن قايله. احنا كنا في اوقات كنا وحشين قوي في الزون دفاع المنطقه، فاعتقد كابتن علي هاشم يعني النهارده وبكره هيتكلم معاهم، حتى لو في محاضرات حتى على التليفون يعني عن طريق الفيديو هيتكلم معاهم على المشاكل اللي هي بتاعت المشاكل بتاعت الزون ديفنس وشويه مشاكل كده بسيطه جدا. يمكن عشان تغيير المراكز يا كابتن هيثم ففي مشاكل شويه في المان تو مان، فاعتقد برضو كابتن علي هاشم هيتكلم في الموضوع دوت. حتى في كلام كابتن احمد ابراهيم هو ما كانش راضي عن دفاع المنطقه، اداء الفرقه ده يعني احنا طبيعي احنا يعني انهم يكسبوا في ظروف زي دي فالوضع كويس، ونادي سبورتنج اللي يعمل ماتش زي ده في الظروف دي لا طبعا بالظبط طبعا كابتن هيثم طبعا ربنا يقوي الناس بالسلامه طبعا ويطمنا على الناس يعني. طب نادي سبورتنج يا كابتن انت حضرتك شايف مين كان ابرز اللاعبين؟ بص طبعا هي منار وطبعا الناس الخبره يا كابتن، لكن في لعيبه نادين ياسر حايله طبعا، احمد جمعه لاعب ناس من 18 سنه برضو عشان يكمل يكمل طبعا، بس ربنا يطمنا عليهم يا كابتن هيثم. بس طيب كابتن خليني اقول تعليق حضرتك عن قرار النادي الاهلي بعوده فريق المرتبط فورا وعدم الانتظار لبعد بكره، كرام يحيى وعمل مسحه خلال 48 ساعه للاطمئنان على اللاعبين بعد ما اكتشفوا 9 حالات وعدم الانتظار نتيجه تحليل البي سي ار وتم اكتشاف 9 حالات في الفريق مرتبط الاتحاد. شفت القرار يا هيثم؟ انا اتكلمت مع حضرتك قبل الفاصل في الموضوع القرار بتاع النادي الاهلي بيعمل ايه؟ هو المسحه طلعت بعد الماتش اتخبر بيه اللعيبه والنادي الاهلي. كابتن رؤوف عمل ايه؟ كابتن رؤوف راح مكلم الاداره، ما عملش قرار من نفسه بس هو كلم الاداره غرفه عمليات رجع اللعيبه. النادي الاهلي منظومه هرميه بس ده اللي انا بتكلم فيها هيثم، بس انا ما بهاجمش والله الاتحاد، بالعكس انت عارف الطلبه وعارف كابتن مجدي وعلاء زهران كلهم لعبنا مع بعض اصحاب، انا ما بهاجمش والله، انا بتكلم على الصحه العامه. واحنا الحقيقه يعني مش بس احنا بس كلنا بندور على الصحه ولا احنا كل كلامنا هو الراي والراي الاخر، ولكن احنا مش هدفنا ابدا لا طبعا لا طبعا ما نقدرش نهاجم طبعا، كل يعني الاحترام والتقدير للاتحاد المصري والحقيقه طبعًا. هم الله يكون في عونهم والله يكون في عون كل مسؤول. ظروف استثنائيه على العالم كله مش بس على الرياضه، وضع طبيعي جدا ان ممكن يحصل اخطاء هنا وهناك، ولكن احنا بنعرض وجهه نظرنا في الاستوديو هنا بكل ادب وبكل احترام وفي اطار مبادئ وقيم النادي الاهلي، في نفس الوقت احنا بنطالب بامور مشروعه للحفاظ على سلامه اللاعبين يعني الاهلي وغير الاهلي. يعني مثال يا كابتن علي حتى كلام كابتن رؤوف يعني مش سعيد ان نادي سبورتنج يكون غايب منه هذا العدد من اللاعبات، وانه الحقيقه المكسب بدون لاعبات سبورتنج ملوش طعم. طبعا ده اكيد، يعني احنا زي ما قلت لحضرتك من امبارح ان احنا موقفنا في الولاد والبنات الرجال والسيدات مختلف يعني تماما، احنا في الرجال في نفس موقف سبورتنج صحيح ونفس موقف مع السيدات نفس موقف الاتحاد، البنات يعني ما شاء الله ربنا يحفظهم وفرقه الاتحاد ربنا يحفظهم كاملين كلهم. فرقه سبورتنج وفرقه الاهلي ولاد هم اللي عندهم اصابات، فهو الموضوع ان ولا اتحاد الباسكت قصده ان هو يكون مع حد لا لا خالص، انا بقول عامه يعني، واحنا كنادي اهلي وككابتن رؤوف وكاداره احنا عارفين ان هو الموضوع مش قرارات حتى لما ما لهاش غلط في مصلحه حد، هو صحيح.
في غلط؟ اه في غلط، انا ممكن اغلط، كابتن عمرو ممكن يغلط في تفكير او في قرار او في حاجه، في ظروف الاستثنائيه، انما ما افتكرش اني هكون بغلط علشان اذيت حد او بالظبط. فهو الموضوع خالص في الاول والاخر باسره واحده، وفي الاول والاخر يعني احنا كلنا اسره ونحافظ على سلامه بعضينا، ولكن انا متاكد ان اكيد هيبقى في قرارات يعني الفتره الجايه من الاتحاد انه يقدر يقنن او يظبط هذا الموضوع، يبقى في متسع من الوقت يقدر يبقى عندهم يبقى عندهم وقت يفكروا، لان حصل ضغطه كبيره جدا. كابتن علي الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، ويمكن المكسب حلو وجميل، ويمكن خطوه للبطوله المرتبط سيدات يمكن خدناها السنه اللي فاتت، وتبقى السنه الثانيه ان شاء الله على التوالي. لا الثالثه يا سماحه، احنا بقى لنا خمس سنين يا سماحه، بقى لنا خمس سنين. الله يخليك نورتيني وشرفتيني حبيبي يا سماحه، انا متشكر على ذوقك يعني، ورب ما نكونش طولنا على الناس ولا كنا نكون تقال على الناس يعني. لا نورتيني وشرفتيني يا كابتن، وانت نجم النادي الاهلي حبيبك يا سماحه. اعزائي المشاهدين، اذا انتهت المباراه وانتهى مباراه السيدات وتحليلها فنيا، وقلنا الاحداث كلها بكل امانه وبكل يعني مصداقيه في العرض. هنطلع لفاصل عشان نستقبل ضيوفي في الاستوديو التحليلي للرجال ان شاء الله، كابتن عماد مراد وكابتن محمد سلعاوي، ولكن بعد الفاصل.